أعتقد من جانب النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني هو يعني بأقرب فرصة يمكن أن يحقق هذا السيناريو ويدخل إلى كردستان العراق، لا يكتفي بالقصف بل الدخول والاجتياح العسكري. لكن الأمر لا يرتبط بال يعني النظام الإيراني وحده، لا يرتبط بالجانب الإيراني وحده ولا حتى بالجانب العراقي. أعتقد أنه تركيا لم تفعل يعني هذا يعني الاجتياح العسكري في العراق أحيانا وفي سوريا أحيانا آخر إلا بضوء أخضر أمريكي وأوروبي. لذلك إيران بالتأكيد إذا لن يحصل على الضوء الأخضر الأمريكي لن يستطيع فعل ذلك. لذلك المنطقة ليس متروكة يعني لإيران أو لتركيا أو لأي دولة إقليمية تقوم بما تريد وبما تشتهي، لا، هناك مصالح دولية وهناك يعني تحالفات وهناك علاقات. كردستان العراق لديه تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا الأمر يأتي، هل الولايات المتحدة هل ستسمح لطهران أن تقوم بهذا الأمر أو لا؟ أنا أعتقد طهران لا تستطيع أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتجتاح كردستان العراق ولا أي منطقة أخرى، لذلك لأنها تهدد الأمن العالمي وتهدد المصالح العالمية. لذلك يعني أعتقد ربما تصل طهران مع واشنطن إلى حل وسط، يرتبط الأمر بالملف النووي، يرتبط الأمر بالأوضاع الداخلية. هذا السيناريو ممكن مرتاح يعني ممكن يعني يتحقق إذا تتحرك إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالح مشتركة، ربما يصلون إلى حل وسط. مثلا يتم يعني طرد المجموعات الكردية على قرار مجاهدي خلق عندما تم طردهم من العراق إلى ألبانيا وإلى أوروبا. ربما هذا الحل يأتي يعني في المستقبل في حال وافقت الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنه إيران الآن تضغط على أمريكا، تضغط على العراق وربما الميليشيات نفسها العراقية التي تؤمر من قبل خامنئي ومن قبل حرس الثورة هي التي تقوم بذلك الأمر كما فعلت مع مجاهدين خلق. لكن أنا أعتقد الأمر مرتبط بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستحصل طهران على الضوء الأخضر أم لا؟ يكون خط يعني ضوء أحمر ولا تستطيع إيران أن تجتاح وتبقى تقصف هنا وهناك وتهدد. لذلك أنا أعتقد الأمر مرتبط بماذا ستحصل طهران في مفاوضاتها السرية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الجانب الكردي وأيضا النووي.